اذكر، اذكر دائما اذكر، اذكر مطرب عراقي عرف بلقبه العائلي. نعم نبأ. بس أعيد السؤال. أعيد. اذكر مطرب عراقي عرف بلقبه العائلي. يعني أنا شلون جواد الشكرتشي. أنت شكرتشي. أكو مطربين عرفوا بألقابهم العائلية. حسام الرسام. نعم. حسام الرسام. حسام. ما أدري. حسام الرسام. خلاص ما أدري. إن شاء الله. حسام الرسام. شنو الرسام؟ ما جو. اليوم مطرب بس هو الرسام مو عائل الرسام يرسم يعني. يعني مثلا يعني مثلا الرزنامجي هيك مثلا هذا لقب عائلة. هو ربما الأستاذ هلال الرزنامجي إذا كان مطربا ها. وخلينا نشوف خلينا نشوف يا سمين. يلا اذكري لي يعني مطرب عراقي عرف بلقبه العائلة. لقب مو اسم الأب. لا لقب العائلة. قلت لك مثل الرزنامجي ايش اكو يعني سعدي الحلي. سعدي الحلي. الحلي يعتبر هذا لقب. ما ادري يعتبر هو مطربي طبعا. خلينا نشوف سعدي الحلي. الف رحمه على روح سعدي الحلي. الف رحمه على روح سعدي الحلي اللي خسرت. سعدي الحلي معروف بلقب المدينه الحله. يعني الحلي البصري التكريتي الموصلي النجفي العائلي مو المدينه. خلي نشوف منو. يلا مصطفى. اسماعيل فروتشي. اسماعيل الفروتشي. الفروتشي لقب عائله. خلي نشوف لربما جاي.